بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إيمان نستار من فريق سمارت. اليوم رح نشرح شابتر 3 اللي هو بيحكي عن الماتريكس. قبل ما نبلش نحل أمثلة على الماتريكس رح ناخد مقدمة بسيطة عنهم. أول إشي مثلا بكون معطيني المعادلات زي هون، معطيني 3 معادلات وبيحكي لي كان بي رايتن از ماتريكس، يعني أنا بدي أحولهم لماتريكس. تمام، هل إحنا بنعرف إنه الماتريكس اللي هي المصفوفة هيك بيكون شكلها؟ تمام، هلأ هون بدنا ناخد معامل الإكس ومعامل الواي ومعامل زد، يعني هون ناخد المعاملات. هون بدنا ناخد الفاريبل هي إكس وواي زد، وهون بدنا ناخد فيكتور اوف كونستانت اللي هون. تمام، هلأ هون ناخد المعاملات إكس خمسة، معامل إكس خمسة، معامل واي واحد، ومعامل زد واحد. هون برضو للي بعديها زي هيك واللي بعديها. هلا هون بدنا ناخد الفاريبل اللي هما x y z، وهون بدنا ناخد فيكتور اوف كونستانت اللي هي 5 4 3. هيك بنكون تعرفنا كيف يكون شكل الماتريكس. تمام، هلا مثال تاني، مثلا هون معطيني قيم لإكس ومعطيني قيم لواي ومعطيني كم سؤال عليهم. هون بيحكي لي إنه بده ماينس الإكس، يعني قيم الإكس بدها تكون سالب، فإحنا مندخلها سالب 2 بس بدنا ندخل الماينس على قيم الإكس. هون بيحكي لي y plus x بدنا نجمعهم اللي هي 0 plus 2 2 plus 3 و 3 plus minus 4. تمام، لما نجمعهم تطلع معي هاي الفترة اللي هي 2 5 minus 1. تمام، هلا هون لما يعطيني سي الاكس، السي اللي هي كونستانت، هو بيكون معطيني اياه. مثلا اعطاني 5 الاكس، بدنا نضرب كل قيم الاكس ب 5 اللي هي هيك رح تصير 2 ضرب 5 3 ضرب 5 minus 4 ضرب. بقى تطلع عندي الفترة هيك. تمام، هلا هون لما يعطيني x dot الواي اللي هي الضرب، بس ايش ضرب؟ مش ضرب بس، بدنا نجمع. يعني كيف؟ بدنا نضرب x و y ونجمعهم، نجمع كل الفترات عشان يعطيني رقم. مثلا 2.0 plus 3.2 plus minus 4.3. هون تطلع عندي 0، هون تطلع عندي 6، هون تطلع عندي، بعدين بدنا نجمعهم بيطلع عندي minus 6. تمام، هلا نشرح اخر موضوع اللي هو النورما، النورما اوف اكس لينث. هلا النورما هيك بيكون رمزها عصيتين. تمام، إلها قانون اللي هي السيجما، مجموع قيم إكس بدنا نعملها تربيع بعدين ناخد لها الجذر، أو إنه نرفعها لأسينوس هي نفسها الجذر التربيع. ماذا هون بيحكي لي نورمال إكس، قيم إكس هون، فرح ناخد نحلها. بدنا نربع قيم الإكس تربيع زائد ماينس 4 تربيع كلهم تحت الجذر. تمام، فلما بدنا نحلها
رح يطلع معي مجموعهم جذر 29. تمام. هلا هون سؤال تاني انه بيحكي لي 2 ضرب x، بدنا نضرب قيم ال x ب 2 ونجمعها، برضو بدنا نحلها على النورمة، يعني 2 تربيع زائد 2 3 تربيع زائد 2 تربيع، فرح يطلع معي الجواب جذر أتوقع رح يطلع معي 58. أنتوا تأكدوا منها من خلال الحاسبة. طبعا هون كله رح يكون تحت الجذر. تمام. هون 2 ضربناها بقيم الإكس تربيع وكله تحت الجذر التربيعي. هيك نكون خلصنا مقدمة شابتر 2 شابتر 3. يعطيكم العافية.